اشتقتها شعاري التعاون الشبابي الصيني العربي من أجل مستقبل أخضر. يختف هذا المنتدى إلى تعزيز تبادل ثقافي وشبابي بين الصين والدول العربية وتعميق التفاهم المتبادل بين الثقافات. الشباب في تقديرنا كان لهم الدور الأساسي في بدء العلاقات العربية الصينية منذ مؤتمر باندونغ، ولذا حيث التقى الزعماء العرب والصينيين، وكانوا في ذلك الوقت شباب تحدثوا عن كثب عن كيفية اللقاءات، وبعدها في العام 50 بدأت مباشرة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين العالم العربي وبين الصين منذ 1950. يعني الآن صار لها فترة طويلة جدا جدا العلاقات مقامة، وفي ظل العلاقات الدبلوماسية طبعا يتطور العمل ويتشعب وتتعدد اللقاءات وتتعدد مواضيع النقاش. في الشباب إذن قوة محركة كبيرة جدا جدا لهذه العلاقات، كما أن كل التطبيقات والزيارات التي يقومون بها والمصانع التي يقومون بها والمزارع التي يقومون بها يعمل فيها الشباب الصيني، والشباب الصيني لذلك يقدم خدمة كبيرة جدا للشباب العربي، والشباب العربي عليه أن يستوعب هذا الأمر وينقل هذه التجربة إلى دولنا العربية المختلفة. الحقيقة أن الشباب هو مستقبل أي بلد، والشباب العربي الصيني هم مستقبل الصين والدول العربية، وهم أيضا مستقبل العلاقات أكثر ارتباطا وأكثر يعني نماء وأكثر يعني قوة. ونتمنى أن تصل العلاقات بين الدول العربية والصين في المستقبل إلى مستوى التحالف، وليس فقط التعاون المشترك أو التبادل التجاري وكذا. نريد أن يكون هذا تحالف، وهو سيكون تحالف من أجل الخير، يعني تحالف من أجل درء الشر ودفع الشر، ومن أجل الخير البشرية بشكل عام. ناقش ضيوف من الصين ودول العربية موضوعين: معالجة تغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر لصناعة الطاقة. وأعرب العديد من الضيوف عن أمله بأن يكون هناك المزيد من أنشطة المماثلة في المستقبل، حتى يتمكن الشباب من المساهمة بمزيد من الحكمة لتعزيز التعاون بين الصين ودول العربية في مجالات متعددة. وأنا طالب أيضا دكتوراه في جامعة واجونغ كيتي تاشيو في مدينة ووخان، وأنا لي الآن قريب يعني من السنة أدرس سنة أولى طالب دكتوراه في هذه الجامعة. هذا المنتدى يعني كان فيه حضور جيد جدا من الشباب العرب والصينيين، تم استدعاء يعني كفاءات وطنية صينية وعربية من شتى المجالات، وخاصة المجالات لديها علاقة في خفض من انبعاث الكربون والطاقات البديلة. وكانت يعني فقط نحن شاركنا معنا هذا المنتدى كان في أحسن جامعة صينية، وهي عميدة الجامعات الصينية، معنا الخبراء كانوا من طراز عالي. يعني الشباب، أظن أن الشباب العربي اليوم استفاد كثيرا، تم طرح عديد الأسئلة حول معناها تعاون العربي الصيني. الشباب هو القادر على معالجة هذه المشكلة من خلال اتخاذ العديد من الأمور، منها مثلا توعية الشعب، توعية العالم حول أهمية الحفاظ على البيئة، مثلا استخدام الأكياس الكرتونية بدلا من الأكياس البلاستيك، منع الحرق الذي يؤدي إلى زيادة انبعاث غازات أكسيد الكربون، الدعوة إلى استخدام السيارات الكهربائية بدلا من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. كل هذه الأمور وغيرها، أيضا ابتداع التكنولوجيا من أجل معالجة التغير المناخي، كل هذه الأمور يمكن للشباب العمل عليها.